هنعمل نوعين سلطة في نفس الطبق، واحد لنضارة البشرة والتاني لتقوية المناعة. العيد قرب وكلنا محتاجين بشرتنا تبقى نضرة. يلا نبدأ بالنص الأول. وبما أنه موسم التوت، جمعت كل المكونات الغنية بمضادات الأكسدة والحديد والفيتامينات والمعادن اللي بتخلي البشرة نضرة دايما. قبل ما نبدأ هسيبكم تخمنوا جبت الطبق ده منين. أجسامنا الفترة دي محتاجة مية كتير جدا عشان الجو. استخدمت خس كتير من جرين هاوس جاهز للأكل على طول. قطعته شوية بس عشان يكون على قد باقي المكونات. والسلطة دي مهم جدا يتزود فيها جرجير. قطعوا خيار كتير بقى على قد ما تقدروا، لأنه بيحافظ على ترطيب الجسم فترة طويلة. ودايما لما بنسمع كلمة بشرة بيجي في بالنا الطماطم. الطماطم بتحفز إنتاج الكولاجين وبتقلل ظهور التجاعيد وبتخلي البشرة شكلها أحلى. طبعا مش هننسى البنجر، كلنا محتاجينه عشان الحديد. والتوت غني بمضادات الأكسدة وخلى السلطة طعمها أحلى بكتير. والخطوة المهمة هي أننا نزود فيتامين سي علشان نزود امتصاص الحديد الموجود في كل المكونات دي. بعدها زودت بروتين للسلطة عشان تكون وجبة متكاملة، وهو الحمص بالبنجر. السلطة طعمها حلو وشكلها حلو وألوانها حلوة. كمان الأطفال هيحبوها جدا لأنها مليانة ألوان. جربوها قولولي رأيكم، وقولولي كمان لو عايزين الجزء التاني سلطة المناعة. نوعين سلطة في طبق واحد، تعالوا نعمل النص التاني لتقوية المناعة. حاولت أجيب كل المكونات الغنية بفيتامين سي والبيتا كاروتين زي البابايا والذرة والفلفل الأصفر، وحاولت أجمعهم في سلطة واحدة. هنضيف ورق أخضر، استخدموا أي نوع أنتوا بتحبوه. أنا هنا حطيت الأمريكان ميكس بتاع جرين هاوس، حسيته لذيذ ومليان جزر، وكمان ضفت عليه جزر تاني. مخدش مني وقت خالص غير أن أقطع قطع صغيرة. وبعدين قطعت الفلفل الأصفر مليان فيتامين سي، وكمان قطعت ذرة. المكونات كلها كانت نية وبتقرمش، بس لو عايزين تشوهم شوية على الطاسة مش مشكلة، أو تدخلهم الاير فراير لمدة 3 دقايق لو حابين السلطة تكون أدفى شوية. وعلشان السلطة تكون كريمي شوية زودت سيزر من جرين هاوس عشان يجمع المكونات ببعض. طلعت السلطة بجد طعمها حلو قوي، جربوها في الحر ده وقولوا لي ايه رأيكم.